نظم مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري ملتقى جمع سيدات الأعمال ومسيري المؤسسات اللواتي ينشطن في عدة مجالات اقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. المناسبة كانت فرصة لتنصيب لجنة مختصة في تطوير المؤسسة النسوية على مستوى مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري. الكوميسيون هذه عندها دور مهم، هو أولا هو مرافقة، دونك نرافقوا يعني المرأة الجزائرية اللي في الميدان المقاولية. دونك اولا دونك سيتو بلاتفورم ديكوت اي داكومبانيمون، نعرفوا المشاكل تاعهم، كي نعرفوا المشاكل تاعهم نكونوا فيهم اقتراحات للمرافقه. هذوك لي زيتيديون اللي تخرجوا وحابين يكونوا يعني شيف دونتربريز اون فورا دو لاكومبانيمون، باسكو جينيرالمون سور لو بلان تيوري يعني يكون عندهم اي سون بون، مي براتيكمون سور لا براتيك عندهم يعني ايزون با لي كونيسونس كيلفو. لجنة تجديد الاقتصاد النسوي ستكون فضاء مفتوح لرائدات الأعمال للمساهمة في تطوير فعالية الشركات الاقتصادية وتحسين كفاءتها. عندنا 8% فقط من المقاولات النساء في الاقتصاد الوطني، رقم ضئيل. وأيضا الجزائر من بين الدول اللي عندها المورتاليتي تاع الشركات كبيرة، لأنه شركة تنشأ وتموت في مدة قصيرة جدا. فهذا لازم نطوروه، لازم نبدلوه، لازمنا نكونوا أكثر فعاليين على أرض الواقع. إشراك المرأة للمساهمة في مجال المقاولاتية من خلال التكوين والمرافقة يعد أحد القواعد الأساسية لإدماج المرأة في الاقتصاد الوطني.